يبعد كوكب الأرض عن الشمس 152 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق فقط. حجم الشمس يزيد عن حجم كوكب الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني مليون وثلاثمائة ألف كرة أرضية تستطيع أن تدخل في جوف الشمس. اكتشف العلماء أن هناك نجم صغير متألق في برج العقرب، لونه أحمر، وقد أطلقوا عليه اسم قلب العقرب. وجدوا أن هذا النجم يتسع لكوكب الأرض والشمس مع المسافة بينهما. لعلنا نتوقف أمام إعجاز الله في هذا الكون الذي يفوق قدرة استيعاب العقل البشري ونتفكر قليلاً. أيعصى هذا الإله العظيم؟ ألا ترجى جنته وتخشى ناره؟ ألا يستحق منا فرصة للتفكر والتأمل في عظيم صنعه؟ يقول الإمام الشافعي: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.